أنا الفيلم لعب فيه دور ديال أب ديال الممثل الرئيسي اللي كتكون واحد المشكلة ما نعاودش لكم دابا ما نحركش الفيلم أمام الكاميرا. وراء الكاميرا كنت مدير الإنتاج تنسيق ديال العملية الإنتاج لأنه هو فيلم داكشي اللي كياخد حين اللي يكفي ولكن كيخصنا ننسقو بذكاء وهذه على أساس أنه هو الفيلم يكمل ويكون غادي مزيان. ففيلم جميل ما غاديش نحرقو دابا أنتم غادي تشوفوه شفناه في طنجة عجب الناس فيلم فيه سيناريو مزيان وفيه إخراج جميل وفيه ممثلين من أجود الممثلين اللي كاينين ونتمنوا لي إن شاء الله التوفيق ونتمنوا للسينما كلها. وأنا طبعا هذا المرة جيت من مراكش على أساس نشوف فيلم وخشته في طنجة الحب ديالي لهذا الفيلم أنا عاود جيت رجع ليه وشكرا كنتمنى لهذا المنبر هذا المزيد إن شاء الله من الإشعاع وشكرا. أنا غبرت ما كان نشارك إلا شي حاجة عجبتني باش نتزاد عندهم محبة وداك الشيء ما نشاركش في شي حاجة على قبل الفلوس. أنا لا يهمني ما ساتقاضاه يهمني أن أكون في دوري يهمني أن أدخل السرور على الناس يهمني أن أصنع الفرجة لا يهمني المقابل. لا يمكن أن نقول أن ممثل مارسوا عليه عملية الإقصاء تا واحد من مارس عليا عملت الإقصاء قبل كيكون الدور ديالي راه كيعيطوا ليا. وكما قلت سابقا الدور هو الذي يبحث على الممثل وليس الممثل هو اللي يبحث على الدور. لا انا موقع ليا حتى سميتو موقعت لي التحديثة وهذا خبر كاذب. فيلم خلى أصداء طيبة لأنه فيلم مصوب من القلب بحال اللي كيقولوا فيلم اللي فيه الحديث على الوجود في حديث على الفلسفة في حديث على الدين الكل كيصب في الحب وفي الصداقة وفي الإيثار اللي كاين في هاد واحد الشابين بجوج اللي هما بطلين ديال الفيلم. فهي رحلة طويلة رحلة من الشك إلى اليقين اللي كان اكتشفوها في آخر الفيلم اكتشفوا اللغز ديال هذه الرحلة كلها ديال الفيلم. مجلة ليلى العروسة أخبار حصرية بجودة عالية. لا تنسوا الاشتراك في القناة للمزيد من الأخبار.